بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وكي بقول يلحدن يكوبات كان مذا من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. وحباب هاي جواز صلاة النافلة صلاة سنة إن يكون برنان تهي واللغوت كان كارو على الدابة قادت كدوشيس الدابة وحي لقادي صورة نبه هذا اللغوضة أما قيل هالنغضو أما فرضية بغل هالنغضو أما دمير هالنغضو وحي مركاون قادت كوه على الدابة في السفر السعودة الكالحديثة مركا المصافر تهي مركا آذان نقي ننقي آذان أهيل حيث ماشي أدوغو تكن كرتو أدوغو سنعي سن كرتو توجهت أي أجيه تتي دابدو أفكي دو أجيه أما قبلة هن نقوتو أما ميلان قبلة هن نقوتو انتان عشر قدق قلين لبا مسألو أو إمامكو إحسوسيي أيه إنو عشر كو ركاد مريد بينو برارو جيني إنا مسألة كوباد وحاوهي وحين صوم الرأي أضو مصافرة هديئات كحرته روحا مسافر أهين صلاة إن أضم يستريس ويسون نظر سيداته صحابة من رأيك أي مرين جماعة من أهمة العلمنا أي سوق قرشين إجماع على هذه المسألة هدي روح مسافرة وكحر قفعا مسافر أهين صلاة إن أضم يستري تاسوين صوم الرأي ورك مرك ابن حزم يسوي إسكا متأخر كأنا معنا مالها وان سوش تلمام مسألة مرك عاوي خزي سو حوي وتكوباده هدي أضو مقيمة أون مسافر أهين أتكو حرطو إمام مسافرة بمعنى هدي إمامك أون نقضو مسافر جماعة انت ذكرنا أيهين قريتشو محال الله سمعيني نول بتيسو كل رقم هاي مركا أيضا نول بتيسو وضعي إمامكم مركو لبدي ركع عظم ما يستو وسلام النقصان إن نقولنا وإنه استاج إنه صلاة دني بينه ضم يسترني ومركا وإمامكم نقضه مسافر لبدي يسيبو جو كسين إن نقولنا وحوي ورانا مسافر بنا هاي بقول لي إمامك صلاة دني وتو ضم يسترتا حيال عذور داري دينك أبو قابسان ما هي سامو طيب تاسيوا مسألة كوبات وحكا نقول ما هي خلاف نكو متشرو معتبرة كو متشرو مسألة اللبات إياد مهم كوا وحاوي مدة القصر وانته مدة القصر مسافة صلاة اللو قابين كرو وانك سوم مرة إني سلف كو سو خلافين رأيك الراجح أنا أوي هاي هاللو دايو وحا أي مسلمين تبالت كادقان سفر أوي قانا رقان كمسلمين تبالت كاكنور أي نؤد دينو باحد يما صافضة يفقاشها أو أركان إنو سفر يهي وصفر صلاة دينا والله قابل باحد يفقاشها إسان أو أركان رقان كودو يعرفقو دي عادل بلد كاسي سفر إسان أو أركان سفر ما أها صلاة دي لما تقابل كار والله ديري طوين صمر عاو مرك وحاوي مدة القصر مدة انتال لأج أياد ثلاثة قابسان كرتا مظل يا مسافة انتال لأج وين صمر هذا وامح ومدة دي ما أفر بريبا ما شم بريبا ما بلبا ما لباتنبا مدة انتال لأج بالغو أوران كرا مسافر باتاي أو ثلاثة قابسان إيسا أما سيدي عامد أعطيه كرتا سفر قصر با إيحران ميان إسفان لباتن قول با كجرت لباتن مذهب تيهو روي كدرانتا لباتن مذهب با لسكوه ما عندافي مدد انتا لك بصلاة اللو قابين كرا ماذا يبتو أرهن رون أو عانسان بان إذين تلمامي وانا كتغي إن شاء الله ماذا بكوبة وحوليه شان يتوان مع الموت روحي قوان صدا إنو ميل كون نقادو
wixii ka badan salada uu gaabinay uu dheereynaya waxaad xiyaar leedahay ilaa 15 maalmood inaad salaadii gaabsato 15 maalmood wixii ku eg ee 15 ka dambeeyo 16-17 salaadii waa dheereyn ilaa 15 yooman ayaa salaada gaabsan karta من أزمع أو عزم أو أقام 15 يوما وحاول أتم الصلاة وركو في رسالته ما أها هداد نيسته أضو سفر قوب إن تكون تشن يتبن بري صلاة وضم يستري معناها سوي وحكى الله يوم دادو هداد نيسته مدد شن يتبن بري إن تقوب تشوكتو صلاة وضم يستري سا go'aanka horeed go'aansatay baad ku dhameystiriba matala Nairobi baan ka baxay ka safray waxaan u socdaa dhadhaab dhoobley afmado qooqaan xamar baan u socdaa gaaris markan marayay ayaa waxaan go'aansaday inaan joogo 16 maalmood 15 maalmood baan go'aansaday inta aad gaaris joogto salaada waa dhameystiraysaa bay ku jiraa miyaan isfahan maalinka aad ka baxday aado waddada ay afi qabsato bad gaabinaysa haddii aad niyiisato 15 bari inaad goob ku nagaato adoo musaafira goobta aad ku nagaato 15 bari aad go'aanka niyada wax bedelaysa waa wadaadaan saday qabaan haddadan niyiisani inaad 15 bari goobta joogto laakiin ay kula gaadho adoon go'aansanin salaadi waa gaabinaysa قد فانت ان ما كان مذهب كودا ومذهب ابي حنيفه والثوري مذهب سفيان الثوري ابي عبد الله والحنفيه وانسك قتغيا صحابه بعض التابعين وبعض الصحابه مذهب كودا كوريان كمان سكنه وحال اورن كرا وقول الثوري يا ايلت اي قوليهن حنفي مذهب كلابات ninki go'aan sala asagoo musaafir 12 bari inuu meel joogo salaada uu gaabinaya asagoo niyada aan gaarin haday 12 bari la gaadho ama la dhaaftana uu dheereyn salaadii afwan salaada uu gaabin miyaa 12 bari ninki meel ku nagaaday oo go'aan sala inuu ku nagaa salaada uu dheereyn haday la gaadhana asagoo niyiisina uu gaabinaya madabka dad soo marto kala way muddo bay ku kala duwan yihiin ninkii ku nagaada go'aansaday inuu goob joogo 12 bari salaadii uu dheereeyni haduu san go'aansanaa asagoo leh bari maanta bari baad bixi bari maanta ku hayo ay la gaadhana uu gaabinaya inaad ifaanteen baan filaya madhabka ibn umar baa laga wariyaa ibn umar afar madhab baa laga wariyaa madhabkan waa ahad aqwalihi awza'i baana ku taageeray madabka saddexaad 10 maalmood ninkii niyiistay inuu asagoo musaafir goob joogo salaada uu dhameystiri haday la gaadhana uu gaabinaya madabka waxaa laga wariyaa maxamed cali maxamed al-baqir jaafar as-sadiq abee maxamed cali ibn xuseyn ibn cali ibn talib wadgarnaysa iyo wadaadki faqiha zaydiga looda jira al-hasan ibn hay ibn salih al-faqih وحال لغور يا ابن عمر ابن عباس ولا يسح عنهما لبدا وذات بكسوغن ياي محمد بن علي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه حسن بن علي بن صالح حسن بن حي عفوا ابن صالح ايقوا طبعا شريو طبعا لبيو طبعا طبعا بينو مرينا مذهب كأفراد شريو طبعا وحي كبضا شريو طبعا وحي كبضا ننكو قوان صدقينو قوب جوغو صلاة ورد ما يستري شيء يتواني وحي كير نينك قوان سلانا سادة وقابنية أكثر من 15 يوما من أقام في بلدة في موضع أكثر من 15 يوما أتم وحي كير نينك قوان سلانا قصر شيء يتوان مع الموض وحي كبضا نينك قوان سلانا قوب إنو كنا قادو سادة ورما يستريا شيء يتواني وحي كيرنا سادة وقابنية وقول سعيد بن جبير وعبد الله بن عتبة الهذلي والليث بن سعد صدح ذا ولاد با عنكوا مذهب كشناد نيكي قوان صدى أفر بريميل إنو جوغو
salaadii uu dhammaystiri ninka aan go'aansanin ee afar beriyo ka badan ay la gaadhana wuu gaabsanayaa. Madhabka waa madhabka Maalik, Abu Thawr, Shaaficiyada badankood ay maraan wey, waxayna daliishadaan waa aqallu maa qiil bay yidhaahdeen. Aqallu maa qiil madaahibta meesha ku jirta madhabka ugu yar weeye asagaasaan ku luudaynaa bay leeyihiin. Man aqaama aw cazama an yuqiima fi mawdicin arbacata ayaamin atama waman laa qasara wan ismaanayaa tahay. Madhabka lixaad, sagaal iyo toban maalmood ninka go'aansado inuu goob joogo, sagaal iyo toban maalmood ninka go'aansado inuu goob joogo, salaada wuu gaabinayaa, wixii ka badanna wuu dheeraynayaa. Ninkii musaafira ee ku nagaada sagaal iyo toban maalmood goob ama dhigaystaba inuu sagaal iyo toban maalmood sii joogo, sagaal iyo tobanka wixii ku eg salaada uu gaabsanayaa, kow ilaa sagaal iyo toban salaada uu gaabsan karaa, wixii ka badanna wuu dheeraynayaa. Waa madhab Ibn Xabaas laga wariyo iyo jamaaca min ahli cilmi, wuuna rafciyaa Ibn Xabaas waliba, isagoo musaafiru meel wuxuu ku nagaa sagaal iyo toban beri, sagaal iyo tobankii maalmoodba salaadu wuu gaabinayay. Markaas le Ibn Cabbaas waa sidee, waana iska degan tahay salaadina waad gaabsanaysaa. Wuxuu yidhi suubanuhu calayhi salaatu wasalaam, Ibn Cabbaas waa sidee, waana iska degan tahay waana salaadina waad gaabinaysaa. Markaasuu wuxuu Nabi Maxamed hadduu sagaal iyo toban beri goob joogo salaada uu gaabin jiray, wixii ka badanna wuu dheerayn jiray. Sidaasuu Ibn Cabbaas sheegay. Dagaalkii nabigu u soo baxay fatxu Makka, Madiina ka soo baxay ilaa Makka, ilaa Xurayn iyo Hawaazin iyo noqodkiisii ayaa lagu qiyaasaa muddadaas. Muddadii uu nabigu Tabuk joogayna intaas lagu qiyaasaa. Meeshuu tooganayay marka uu kuu tilmaamay Ibn Cabbaas waa xadiidkaas. Laba safar oo nabigu safray, oo midna 17 beri buu ahaa la yidhi, midna 20 buu ahaa iyo ka badan ba la sheegay, ayuu isku jaangoynaya. ee xadiid mustaqil oo qadiyada ku saabsan ma jiro sida culimmadu ay tilmaameen. Madhabkaasna waad fahanteen bay ila tahay. Madhabka toddobaad oo isleya waa madhabka ugu xoog badan una fiican xagga daliilka maalka la fiiriyo. Madhabkaasi wuxuu leeyahay gurigaada aad ka baxdo ilaa aad ku soo noqoto musaafir baata salaada waad gaabinaysa. Salaatu lmusaafiri calayka bisalaati lmusaafiri xataa tarjica ila ahlika yidhaahdee. Salaatu lmusaafir ogow oo rudha ku dheg ilaa aad ku soo noqoto goobti aad ka safartay iyo gurigaada. Allaahumma waxay yidhaahday inaad ku nagaato beled bilaadda kamida ood ahla ku yeelato hantina ku yeelato degtada mooye. Niyan marka hore ku safra halka inaan balxamar ka soo danaystoon soo laabto. Labaatan beri iyo bil markaan joogo bay xamarti ii macaanaatayba. Bilcaan baan meelaha ka raasaday, waaban iska degay. Qolyo tolaan iskala darsay, laba reer laba noqday, Nooroy waxaan u dhexeeyaa iyo xamar. Waxay yidhaahdeen gurigaada aad ka baxdo ilaa aad ku soo noqonayso sanadyaba ha gaadhee maxaa tahay musaafir, sadana waad gaabin. Allaahumma inaad beled iyo goob kale reer ku yeelato degtaba mooye. Waxa la odhan kara ruuxi waa degay ama xaas ku yeelo ama hanti ku yeelo uu ku kaasaa. Madhabkaasi jamaac min ahli cilmi baa ku tagay. Ibn Cabbaas xadiidkiisa bay dalisha aynu soo marray, kii Anas aynu soo marray, kii Ibn Cumar aynu soo marray, ee ahaa nabigu gurigiisa hadduu ka baxo sallaa ragcatayni xataa yarjica ilaa ahlihi. Muslim baad ku soo marteen, xataa yarjica ilaa almadiinaad ku soo marteen. Tafaasiishan kale ee afar beri iyo shan iyo toban iyo laba iyo toban iyo toban iyo sagaal iyo toban iyo howlahan naga daayir anugu wareerinin. Ninkan guri hadduu ka baxo musaafir wey, hebel away baa la dhihi carruurta la weydiin, aabin away safar buu jiraa, away muzeygi safar buu ku maqan yahay, bil kadib aadana aad soo noqon, odayga away safarkii buu weli ku maqan yahay, lix bil kadib aad u imaan asagoo weli maqan, waxaad aabba away maxay leeyihiin.
أبوه لسفر بوجرة ولي وأحولين يا عروت أبوه دي يا إسلام تبا متى مزما أنت ليه سفر بكون مغيا هاي أضيقوا ومسافر سلادي زنا وقاب صنيع سداسي ولادها قرفتين حديث النبي محمد بينه كل دقيقة إسحاب ذا يوريز يا أها نبي قم مدينة وكبحه إلى وقصه نقضيه سلاده وقابني نبي قم مكي انتو تشوغي مركو حاجيك أها يطبنك بريئة هيت دقالك فتح مكي يحونين أردور يطبن أها كي تبوكو اللباطن أها هولها محاكك الجواب إسا نبي قم قابني هدي وكبطن وحالغي يابا نبي قم دارين لها قاعدة دكور إنو شوشيكي باكفلن لا يجوز أخذ الأحكام من الواقعات أحكام تببنا أنا إن لغا قاطو وقاعدة دعذوين كشرط أو شروط لغا ديو لا يجوز جعل الواقعات شروطا في الأحكام دعذا ميل كدعذا إنا شرط حكم وقودك تلغا لغيسن مهي ومده يكو خلدمين شافعي يدو وحال لي إمس عدد إمس الروح بيكو أصحضا جمعة ويكو واجب يسا ويكو بنتم يسا شافعي أفرت النم بيدهين أو مقيمين أو مستوطنين أو ألاب كد عضي ومحاجر لي وحال لي جمعة أوه ريسين من اللي قلت كذي أما بحرين اللي قلت كذي وحايا هايين أفرت جنجمان وهذا خطأ فقهي لا يجوز أخذ الواقعات كشروط في الأحكام دعضا مر دعضي هي إن شرط حكم شرع لو قال ما أقول أفرط إله باكو كل مية صحابة أفرط كرد جاي أفرطكم مشرد بقى هذا اللي باتن نقول له هاين مالكية حيل الله بيطمن محاجرة قل لك وكير طاي مركز صحابة وضريرين نبغو وإذا رأوا تجارة اللي جسود شيء قصة داسي الله يطوم باكو صهر داي إذا جمعة الله يطوم باكو أصحيسة نوحدة تضواتا بالرباء واختار موسى قومه 70 وما أولا ما دقت ديسا يعني تروين كاسي لا يجوز أخذ الواقعات كشروط في الأحكام الشرعية شرط هو إن دليل أوكانو آيض وإن حديث تص إجمع تصو لكن بعض مر بعضيبا نحنكدق يا شرط في صحة الحكم وخطأ فقه أوي وأصول الله قلي ماذا بكا سا أرون ماذا بكا ضنب يا أرون محوق أرون يا هاي حديث عدو وكب لقيهين وقائعون الشروط لقام ودق في الأحكام ثالثا وحن صوم الرئي صفر كإن لود أيوه عرفك ما دام أن لقو حديدين كتاب يا سنة يا إجماع يا اللغة منا با محا سفرة انت الروح الأوران كرام مسافر أن حد لهين وإن لودا يدقن كمسلمين تا مسلمين أي نينك نيروبي كسفرة أي حمر أنو قدنا يستقوتها أي لح بلود كم مغنى هذا انتم مغيم حقوطة قانان لح بلود بحمر كم مغيا قدنا كقنسان هيا هولا كدام ما يسنى يا حاسنا كمية لنن هنتنا كما أساسين ومدقين محاط كريدهين ومسافر بكل المسلمين تو إذن محان لين هاي ولي صلاة دوات قاب سنيسا رأيي ودمرك جماعة من السلف بالوتيريا ابن عمر بالوتيريا بسند صحيح ابن عباس بالوتيريا وحالوتيريا عبد الرحمن السمرة فاتح أفغانستان ونيسابور وحالوتيريا مسروق من عبد الرحمن الأجدع جماعة من السلف باللوتيريا أنس ابن سيرين أنس ابن مالك عفوا هي جماعة معه وحققب الصدي الذربيجان وحققب الصدي الذربيجان صحابة فر الله سعادة ما شاد وادويد تركي ويقرم من أيه إن صاروا ضئير هبينة تون صدا ثم قرن إيزان صحابة فرت أنس باللح بلوت فرديو كده قال لهم أنس ابن مالك يحرتيس لحد بلود يتشوجين بقى صادوا يقابلين برف باحري مركي دقال كده ما ينبي دام بحنا حلا برف بافريست برف يمس بلود بكوكعة انت اصو بلود كدي بلوغ لما قادي كرو حقو عن سدين اني لح بلود شوجا لحد بلود صادوا يقابلين اذا ما محوا مسافر ابن عمر أيام مقال الشام كم إذا أسوق غازي أشوق أفضل بلود كبدان
وقابني وحاكدرا مسروق من الأجدع يا حلي قريب من أمي وحلا قد جوالي مدينة سلسلة اللي جادوا حب تقطع الله ليش سوريا إسك جالان تركيا عامل بوكاها إسلامكم مجرسن حاس كسينا مكة حيسنين لا بصره وشوه وكاها عامل والي كأسد وقابني حر مسافر برانو قاضي شريح يزيد نعبد بمشي أسوأ قصبي بوله إكاني رالينا كمان هين هدان ديدنا وحنكبقي في النية خروج على المسلمين يبلبلين أنا بوره مسافر بناء الله بيستنى وشو سادو قابني مركل لو يدي واسد اللي يدي شيخ يجي بانكرد حلي عبد الله المسعود الفقيه قالوا عبد الله هنا كصدر فقاو الصحابة ماشي سكو كتب عبد الرحمن بن السمرة أفغانستان مركو كدق على لما يواجه مركو قبط يسند بكو قبط جودي نمن بضم بيقولي قد أم كان أول نمن قال اسم ريد أكتي ريد دبوين مصيبة وي المهم واجس نسند بكل ذي أو كسو حرق لي خلاف سيدنا عثمان مركو أسوق صور نقضي كي والي جاب حور هذا بس صور نقو وهي الباتاي قال يا كلو قرابين بوريدين كولاد كا أفغانستان إنه وقف فيديو الربا ري أفغانستان أنت ردوبي يا وحي ماشي جو المسلمين تو إبر كديجي دقال بعدين لقوا علي والد قاتشين وعي ولادك واجه رقبت هلاك هلاك ينالك عبد الرحمن سمر الدب لقوا علي لح بلاد بعدين قبت كل جد واجد دم الله بس نوسي جو الله بعد السنة وجو أفغانستان أولي كاها هي حسيني سادو قابني غازبان هاي بلانو مسافرة ماشان كيمد والله يقانا ماشان مرتدين أنك لقابي ودشيانو إمد هذا الله سنة جوكت أغضي كوتال وقابني الصلاة صحابيك آثار تصدن وحاد الضلي الإمام ابن مدر في أوصدي كآخرية محلاء ابن حزم لكن ابن مدر بأساند كوكيانا هذا ضبهتان كمصنفين كمراجعية مصنفين عبد الرزاق ابن أبي شيبة قضيادة أن تنبين مركة أو رهوشها اللودة يرقن كي عرفك المسلمين ومددية أن لو حديدين أي صحة وده دلو موضة صعونا من حيث الدليل البنك الله هداد مذهب ليتهين نول بمذهب كسوية قالنا أنا وشافع بارها إذن كنا حنابلاتهين حدثنا محمد عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرحبا يعني تيك تاكو حكتي هاي تهدو اسكع الضهي شيخ وسواش سواد فانتي ادي انو مسافر انو وداد مقيمة كحلو وانظور كي لرد ما يسترتو مركو السلام النقصدان وانظور كي لرد ما يسترتو حسر كي يقول الله بصوك مرد فانكر ابو الوداد ما تفانتي هاوات كدو فانكر تامورا نمالها اسكو محل تهد كحلو تقوم بعد ما يسترتكالي وفصح بات عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه كان يصلي وحاء صوبان وكيتو كذا الصبح حتى هو السنة ديسة الصبح هنا الصلاة ده اللي جد السنة ده اللي جوا السنة ده الصبح حتى هو السنة ديسة تكن جري حيث ما توجهت مال على ماشي أولي جلسة ناقته هشي سبي بالرسول ماشي أولي سي جلسته يو صوبانه الصلاة ده سنة ده مطلقة وأنه صوم الرأي إنه بنانتهي أضو مسافرة إنه سنة يسة سنة عن راتبة هاي سنة عن راتبة آية سنة إنك مطلقة هاي إلهي أدوك دوانا إذا آخر بطسك آه واتوغن كرتا هدد قادت ثاران تاينا كو أن دعون ميز قادت بان ثاران هي قادت كدوشي ستقو سنة إسان كرتا حيثما توجهت ميلا للميشي توجهت ولجست ناقته النبي هشيس به أساقا ميشي كو لجت أما بري ها أدو أما قلبت ها أفك دوسي جيدو أما حقا إيو كونفرا كلا أدو إيو بري إيو قوي كلاقاد ملا إن الإلهي حسته أو تكتو أو دون كأن دعوني صلاة رتبان صارنا يضمير يبقى البان صارنا ما الله مرة خير كبر تحلي والبوض بانتهاي وحدثنا وحكوا لحدك النوت تبي أبو بكر نبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر سليم حيا عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نبو حواكي كنت كذا على الراحلة هاشيس الراحلة عند العرب وقيلة قيل الجديد كأوي، أولي بدريه، قيل ودن معها
hasha dheereysay ee marka loo baahdo oroday fardahaba la tartanta raxeen la yiraahdo marka wadaadkii ahaa ee Cabdullaahi Numayr ayaa waxa mutabaaynaya Abu Khalid al-Ahmar ba mutabaaynay kilaahuma aan Ubaydillah كان يصلي على راحلتي هاشي سكود التكجر صوبانو حيث توجهت به ميلا لميشا ولجد ستي مركا أفكاد آدانيا قصبنا ما هو مركا حرانيس السنة السنة مركا حرانيس إيا هذا الكجر تمنى قبل القابش شرد ما ويكوفي عن تهداد حراشده ورقبل أسي جلسته كدبنا هاشو ميشا ودقاس أسي ديسو ويفي عن تهداد لكن شرد ما لما شرطي أدو حلق أسي جلسة حران كرتا أدو قبل أسي جلسة حران كرتا وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن ابي سليمان بن ميسرة الفزاري قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير بهذا ومتابعين يا نافع نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نبي حكيت كذا وهو مقبل من مكة تاصوم مكة كسوتشيده الى المدينة اسيتشيده تكنجري على راحلة هشد شيد كنت كنجري حيث كان وجه زميس وشيد با افكي سي وجه زميس ادن يايبا نبي و كنت كنجري قال حرم بن عمر وفيه نزلت اي وفي التنفل حيث ما توجهت به الراحله اي كسو دغتي قوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله فاينما تولوا مل الله مشد جلستان فثم هلك اسغا وجه الله قبلة الله سنة النافلة سنة مطلقة إن أن راتبة هاي ما الله مشهد أفك أُجيد سامع أصعته يدو تكن كرتاوي وحدثنا وحكول حديث النوت أبو بكر إن بشيء أبو بكر أبو كريب عفوا محمد علاء أخبرنا ابن المبارك عبد الله وابن أبي زايدة يحيى وي أبينا وي مربى عرب وحكول عايز زكريا ابن أبي زايدة دي سيدة الله يطلق يحيى بن الزكري من أبي زايدة وويلك أبها ما وابن أبي زايدة ويحيى بن الزكريا ابن أبي زايدة حا وحدثنا ابن نمير محمد حدثنا أبي كلهم جماعة راسي وكمدي أهدي ابن مبارك إيوه ابن أبي زايدة يولد كدو الدنبي عبد الله بن نمير كلهم عن عبد الملك ابن أبي سليمان ابن ميسرة الفزاري أن سمر إن الراوي عن سعيد بن جبير بهذا الإسناد سنة كان الصقع أيون وقلت بالنحوه نحو حديثي حديث كوي وحديث كي يحيى بن سعيد حديث يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن صومر وفي حديث ابن مارق وحا كجره وابن أبي زايد كجره وان كجر حديث كعبد الله بن نمير بوشق كوضا ثم تلا ابن عمر وحو آخريي قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله وقال في هذا نزلت وحنا ابن عمر يري في هذا أرن كان إن مركات جديد كصارن تاي ماشى دون تأوصلنا يسن كرتو أنتو كان كرتو يا آيات كسو دكتي آيات دونا من آيات الصفات معها عند السلف الصالح إيه وآيات كسو أبسن من آيات التوجه والقبلة عند الحاجة تبي كسو أبسن تاي شغل كمالها آيات الصفات صفة وجه الله وحلقوسه أدلة كله وقرآن وصنع ويجمع المسلمين تنصق لكم إله حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار أبو الحباب عن ابن عمر سعيد بن يسار بهذا وحو متابعين يا وذات كورت صومرتنا أها سعيد بن جبير سعيد نوح حسين متابعين يا النافع طيب وصومرتين عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه من أركي يصلي تكني على حمار دمير دشي كنت كري أسوق جديد سن جديد كذي وهو موجه حقنا ونبي أسي جيده إلى خيبر خيبر أسعد وهو موجه وأسي جيده ودمير كي إلى خيبر نبي قوم مدينة كبح وخيبر أسعد ودمير جديد كذي ودمير كدشي كنت كني يا نرك راحلا نصمر ونف جيله هذا ندمير بالمرية صدرت البخاري وحبابه في كتاب صحيح باب صلاة التطوع على الحمار باب صلاة التطوع على الحمار حديث حمار شيئين موسى كريم وفقيات البخاري حديث داب الله الشيء من راح الله الشيء وحكوليه دميركونا والله مت معناه سويتش هذا حديث حمار شيئين موسى كريم سيد المسلم وكيرو كله طيب وهو موجهنا سوى أسي جيدا إلى خيبر حديث كاني
darqudniya niman baa xoogow eedeeyay oo laftiga ximaar bay ku dhagan yihiin. Waxay dhaheen axaadiista nabiga ka timid ee la wariyo waxay un ku timid nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu safar yahay, gaadiidna uu saaran yahay, xaggana u baahdo inuu sunaysto gaadiidkaas dushiisa yuu ku sunaysan jiray. Cala daaba way soo aroortay, cala raaxiilna way soo aroortay, cala naaqati wa baciida way soo aroortay. لكن وحيدن حمار وح شيغا هيا ام وداد كان عمرو يحيى المازن كان ما هي نيدي هدبا فذكر لفظ الحمار غير محفوظ بيداري وركاسي وداد لا يمات دار قدني كلغي ما نينك اوري وركاس كيناي ودادكي امام اهل علل ابو الحسن علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري اعلم الناس في زمانه بالعلل بوها أسقى كل اللي يوحيد وذات كعم حيا المازن يا وركا لا تفرضي وحكوا راعي متشر وحال يروح يروح خلافين ما هل وذات با خلافي أو بكر لو يدالو إمان دون الرواية إنا إمان دون أو بكر بن عبد الرحمن أو بكر بن عمر بن عبد الرحمن رواية كدن بيسو كين الدونة هل كوذات با كو خلافي مرك يا خلافوك نو شيغا طريقا وطريق سعيد بن يسار ما طرق ذيك لي طريق سعيد بن يسار أبو الحباب لبو ذات باكوري حديثك عمرو يحيى المازني أبو بكر ابن عمر بن عبد الرحمن العدوي نين حمار بو شيء نين وحكو قاب صدي دابو جيري مركة أرطى وذات كاسا قد قد أهري علم الدين بهوش كو إيدا عن مازني عمرو يحيى المازني ابن عدين تاسو كو قال ضمان وذات كتاب كيسا ضعفاه كو كياني مركاسو انتاسو سوقوري ابن عدي هوش هو اللقيد وحالي واخذ النكا ومرجال صحيحين وجاوز القنطرة رجال الجماعة أجمعت الأمة على إمامته وجلاته وثقته مركا أحمد بالليلي أو بكر أثر مبويد أحمد صاحبك المديني وحوليه لفظ الحمار وشاذ وغير محفوظ وحالات الفردي عمرو بن يحيى المازني مركاس أحمد وحيلي وركز كبحه هذا سهل لفظ الحمار هي لفظ الدابة إن حافظ وين أو كخل دم أما أو حتى يد هذا سهل وحب اللقمة إلا يوري وذاتنا اللقمة ضرو خاوين اللقمة قبصرو دار قدني تطبع هل كان كعل إلا مسلم وكو قبصدي إلى الكيس مر لو يدينا وحال يدي أحمد حنبل قفيد وكو قفي عم يحيى كوقف في لفظ الحمار احمد محو حوق علين واي والمدينه اوراي او يدي هذا سهل وحب لو مخل راون لو مدر او يدي وحوري وارنتي هذا سهل يقع من الصحابه حتى من الصحابه كدعاء لفظ داب حديث بكري دار حوري من ارى الصحابي ورنا النبي محمد وحا ارك يوم مك يوم فتح يوم حجه الوداع خطبين على بغله صحابه انه وحي شيخنا محمد كان سو بقل ودنينه رتي اور يا وراحله وتي الفاظ يا اسماء قاركود صحابه قاركود حتى كو خلد من جير وخا لو مخيل احمد با صحن بو دا قند مركه مسلم مركو دبا تاغن ياينا انو ادكينيا حق مكه لو ويدينا مخو سمي ورك احمد بوافق احمد وركي سا صحه ابن عبد البر انصافه وحيري بحثي اي كو شيغان دار قدني غيركي وبحث اللفظ وليس بحثا معنويا على دابة يا على حمار ومحي وذكر خاص ذكر عام الحمار من الدواب مركا أصنالك الصمري ابن مديني بأوه الرئي رقي أوشع الشيقي وحاكو حيقي وذاتك اللي هذا النسائي نسائي مركا حديث كان برنا في السنين وإنه صمري إنه كد إنه لم يطابع إنه على لفظ الحمار كبرانا سيدا سكوري كدبنا دار قد با كحيغي تطبع عيسى سواب كنا واسد أحمد الشيغي واقد أمر وكر رعي دار قدني ابن عبد البرنا أو الشيغي تاسوا قضب حبال قمع الله جوابته كبحي نك الله هذا مركا نووي مصحا وجوابته إذن الشيغي با كفي عن مركا وحاسوها ري لفظ الحمار النبي حتى ولا قوري وانا كسو غيا حديث ابي موسى الاشعري بكوي من النبي انه صلى على حمار وحكوا حديث انس
من طريق مالك 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 بن أنس أبو عبد الله بوكيمت عن الزهري عن أنس إنه النبي على حمار كنت كذا حديث جابر نواكيمت حديث جابر حديث أنس حديث أبي موسى الأشعري مركو وركعة محفوظ معها لفظ الحمار عن الرسول وخطأ وحاصح إنات محفوظ معها في حديث ابن عمر حتى نقود دي النبأ لكن صوابك هذا سهل لا يعل به حديث ولا يقدح به راون راون اللغم الضره لأنه يقع من الصحابة ومن غيرهم حفظ روحنا مرة وعوها دوامر كسيدة سنوكا قتلنا علي اسم الله من داية دا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي بكر ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الخطاب العدوي عن سعيد بن يسار قال وحول أنه قال وحول كنت أسير مع ابن عمر وحان للسعودي ابن عمر بطريق مكة مكة جد كذا ابن عمر كل اللغين يا أمان سفر كلها قال سعيد بن يسار وحولي فلما خشيت مركان كبقي الصبح ثلاث صبح إنا يدلع عضو هبي النموية نزلت وان دقي فأوطرت وتر كيجيب أن تكذب لك كنت كذي ووذا فهن سنين سنة الصلاة على الرواحل طيب فأوطرت لك أن كوترية وتر ثم أدركت وان كذبت ابن عمر إلا وسيس سعوداي فقال لابن عمر وحيجيري أين كنت ورح قد كبعضي سنؤذ سعنون بن كوي هبي النموية حقدات سعاد وحسين الله يبقى أمو حاجة أقول لحظة إسكده فقلت له حانك أولي خشيت الفجر صلاة الصبح بان كبق أين يدل العض فنزلت واد دقيف أوترت وتر نواس كذا فقال عبد الله وحولي أليس لك في رسول الله إسوة أو أسوة نبي محمد ضي شمك وجرتا والنبي مكود ضيانا يسابور أليس لك مكوء هذا يعني ومكوء هي وهي في رسول الله نبي محمد ضيقان كيسية منهج كيسية سنة إسوة ضياشو فقلت بلا والله ورنتي ها الله ما قال النبي محمد كود ضيان إذا مي مسلم ويديا مسلم يلا النبي محمد كود ضيان ها هو كود ضيان هيا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير كان يوتر وتر إذا كنت كنجري على البعير نيف قيل أدش يسق جايد كواه عمل يحيى أنا عن سعيد الحكوري على الحمار أبو بكر بن عبد عمر الحكوري عن سعيد على البعير مركوا ماشي من مدينة النسائي دار قدني إسكال الله تشيوهي هو شانا واسوم بالرأي هو اسم الله مركا لديدي محا أولونغا وتنوع نبي دميرو قادي ثوي سوغان تاي بغلبو قادي ثدي قيلبو قادي ثدي انتم النبي واستعمالي كذي مركا إني واقع معين منك هروري يا دعي كرته وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار المدني عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته هشي سدوش يدو كنت كنجر صوبانه حيثما توجهت به ميل على لميش أولاك ستي أفكر لأدي سبا قال عبد الله بن وحوري كان ابن عمر يفعل ذلك ابن عمر نسيدا سجيري ترزونا هشي دوش يدو كسونا يسنجري وحدثني عيسى بن حماد المصري وقال أخبرنا الليث بن سعد حدثني ابن الهاد ووجب الله ترنا إلا كما عز يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد بالي هذا يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد عن عبد الله ابن دينار العدوي عن عبد الله ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته نبي صلى الله عليه وسلم كنت كنجر هاش الدش هذا وإنك صورش إن صلاة صنضة الرواتب تاع صلاة ركعتين الفجر ك يوترك النبي كما تجر لا في حضر ولا في سفر لا في خوف ولا أمن كما تجر مركوينات لو جود الوترك أن لقت تجن هي ركعتين كفجر كعذر دار كسطوق قبطبة وإن لقول له ضل بضع يو وحدثنا حرملة من يحيى تجيب المصري قال أخبرنا من وهب عبد الله أخبرني يونس من يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري عن سالم عبد الله ابن عمر عن أبي عبد الله بن عمر قال وحول السائي عبد الله كان رسول الله رسولك لا وحول يصبح كي قص النيستة يصبح كي قص النيستة على الراحلة تهشط قيدك دشيس قبل أي وجه توجه قبل أي وجه أي جهة أي وجه بيقدر أنت قبل أي جهة أي وجه جاء الله للجهاد توجه النبي أجد سدبا وأتو كنجروي ويوتر عليها دش يدنا وقوة رنجري ويوتر عليه وحي كده قنتاي نبي صلاة الدير قراءة له هاش دش يدو كنت كنجري وتر كمركو سوقار ميو دقي جري يضلي كرتا صومة
sida hadda uu taabicigu sameeyo gale maya ma degi jirin way doosheeda uu tir ku tugan jiray غير هذا يشى أنه لا يصلي كما تكجن صوبان عليه على الراحلة المكتوبة صلاة فرضك صلاة فرضك النبي قال دوشت كما تكن جرين وادقي جري دولك كنت تكن جري قال دوشي وحا لقد تكدو حوي في السفر وسنوينك سنوينك في السفر وإنه قال دونا هذا أنه مرك قارك الدواري بي صلاة كوقبا أو ديار بي كوقبا أو دوني مركب بي كوقبا ميل لو دقنا ملعها ama biyaad ku ku dhax dhici ama bahal ba ku dafi ama gaadidkaaba ka tagi maxaa la sameyn doonaa waynu ka hadlaynaa inshaalla وحدثنا عمرو بن سواد القرشي وحرملة بن يحيى قال حدث اخبرنا مواب عبد الله اخبرني يونس عمن شاب يونس ان لا يدادو نون كان لغدو يا ان لا كسريب ولابد هو لغه ثاني صحيحه ثاني لابدنا هو لا اخريا طيب لغات بدن با كجرا أنا وضن صمانا يونس بندانا ونونك وان كسرنا إذا دوا حقوقاتنا دوا ذات بحيل الشيخ ومركز يونس يجيزه سيد الصومالي هذا يونس ده هذا سيد صحتنا وأن يونس ليدا نونك اللي قال يونس ليدا هذا وذا دو ها لا بد هو يجرتا صومالي عرب وي أو شو أمره بتقى قبطان مياه طيب عرباتي لك واتكوها ستان نينكي نعرب نبدو اقوسه الرئي بعد ذلك التاقية أخبرنا يونس بن إزدل إلى عبد الشاب الزوري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي وصحابي صغيرة عبد الله بن عامر ومن صغار الصحابة أن أباه أبيه وصحابي جليل وكبير من القدامى السابقين الأولين أن أباه أبيه وعامر بن ربيعة العنزي ومن بني عنيزة وعنزين وقبيل عنز وقرد شيء لكن هو حليف لها ومقيا بو حلو ذاك جري ريب بن عدي عمر بن مركز سيدا قرابة كوين حق حلفا نمره أن أبه عامر بن ربيعة العدوي أبو عبد الله المدني بالي مدينه أدو الدقاناء ومن السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان بدر لقب الله أبو إلى النبي كحجابنا يدغال وكهر يمجره ومن أهل هجرتين هجرة الحبش الأولى والثانية ركوتشروي ومع ذلك وأحاديث يرياي سابقيه الصحابة مكة ينتين الروايات بطاء ركبان أيوة أحاديث بطان حفظا كجاب سنجري أمر نبيغة وحأوصا إن أطيرسا صدرت دوي كجاب سنجري وحي النبي كوريين عمل أهان أما فتوان بأشي جنجري نبي محمد بيلا يوم الدهين عبد الله باكمل مسعود باكملها صدرت فتاوى عبد الله مسعود موقوفة وحالي إذا بقول كيف كنتم وأحاديث مرفوعة لأنه حديدي جرين والنبي قال يلي بعدما أقول من كذب علي حديثك بعدما أقول أصحاب الواد بسكي إلى الانجري مركا وحو النبي كوري أحاديث هذا الوري اللوغية والباطين لبحديث وذلك أبو عبد الله المدني عامر بن ربيعة العدوي حلفا العنزي نصبا لباطين لبا حديث بوريا بخاري ومسلم وحسكوا وافقين لبا حديث لبا حديث بحسكوا وافقين حديث هو حديث كان عاوها إنه وبخارينا ووريا متك كانوا وحين أقول من دون كتاب الجنائز بين أقول من دون إن شاء الله تعالى إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم حديث كآوة قردونا صدنا يصدح يجريدوا قريوذي أما صدنا يلبذي بعض الشيء عبد الله بن مسعود بحسكوا قريء هاي أن أبو أبي أخبره وحشيعي وصحابي إيشو كقد عجرت سالم بن حنيف وذكرنا إنسان سالم بن حنيف فوق بيسنا يأذ قرح سنين كين تفيريه والقرح سنة كده منه قلل يجري وذات النبي كنت في جري وذات كي إلى يستوي طيب عام ربيعة ثم إلى يستوي إيش كده على عيب ويقان عيب ما هو هذا كور قبط ما إيشو مرة كارد عايزين روح كده عايزين وراه ماشي هذا قارس كجول وي وذات نيروج وذات قيل ذي ورقمان أركي قرمان كقيلي بلا يا قيلون بلوها يا مرك وروه ما يزادو وحين كل حين الروح دماع يجيز ضد كهب كان نقول وحي تعلاذان أن إسكح تشين كنا إسكال الريب كرين بيشو أنت بدن كف قطع روح كني جا أذك إيش يسو أنت بدن مرد عضو هم نقول كني أذك بكرة تقنا هذا نواف سماري دمبر ما هي كسر
أخبره وحوش أنه رأى رسول الله رسول الله أبو أركي يصلي أسوقه تقني الصبح حتى صلاة السنة بالليل بينما في السفر سعود القديه على ظهر راحلته هشي ستوش النبي كنت قني حيث توجهت ميل الله ما شيء أجيت ستو هذيك من عمر بولا مدى الشاهدان بو كاني هذيك من عمر بو طورق بلان شيخوك كاني ونعاود نسودني شاهد عبد من حديث عام من ربيعة العدوي أيو كاني هي ابن عدي أمرك عاوين هايسته أما نصب أن أقوها يستنى محلفان نقضينا إياها إسقوطه إلا عامر يا عبد الله بن عمر واسكو قيس طيب حقه حلفك وحدثنا محمد حاتم بن ميمون حدثنا عفان مسلم الصفار الباهلي حدثنا همام بن يحيى العودي حدثنا أنس بن سيري قال تلقينا أنس بن سيري ومحمد بن سيري والكيوي قال وحول تلقينا أنس بن مالك أنس مالك بن كهر تقنا كهر بحييني حين وقتي قدم وكسو قال من الشام ميشا من إلا قليا في عن نصد قاركونا ويد ديغان رواية قاركونا ويد السوغيا وانا سيد السحدة طيب سيدنا أنس بن مالك أيا شام يدمشق كسو اللابطي مركب بصري أيو كبحايا أنس بن سيرين بصري تشوغين مركب أنتم مدينة أوسي سعيب والربعين وسيم مر بلوكان عراقي سيم مر بصره مركب بصري كب حين وحكى كهر تجن لحظة تلقينا أنس بن مالك بأن كهر تجني حين وقت قدم وكسر نقض وكسر قال من الشام شام قدم يا شام لحظة من قل نيزان أنت أصلا وش ذا هذا دون تنو حين قنز حين قدم الشام جديد ميسو وأنس بن كهر تجني قرمة حين قدم الشام واجو شام تجاي او صون قريبا كهر تجنيه طيب فتلقيناه وحن كل كلنا يأون كبة جناي بعين التمر ماشي الأورنجر عين التمر ما العان ولا يقانوي وقد ما قال إنه قتل لك واجو ميل مية وإنما قال أفريان بأي خلاف سيدنا أبو بكر رمات كذي يا خالد بن وليد باللودري ماشي صحابة لم بكون شهيدي وانا قبصدي قالوا وكلا جاب شيء صبي أهري لسوق هذه الضوم الله سوق هذا سيدنا أبو بكر لوك ينحلق أهري وي مركو خالد صاف جري مرتدين تربني حنيف ويا ما مسور دمي أبو بكر بودر دمبال صور نقول حاله يبي دحات عراق وأنا بالله عين التمري وحيكوت على مال أنبار مقال أنبار هذا اللي جاب بيودو ذاي حتى قلبت الشام يود حيا عراق بيكوت على عين التمر عين التمر وحلوه بحي مال تمر بدن بقى مال تمر بدن وتمر طوي جيت كنت صاوب بحاضن وبلايا ضلي بقى يلا تمر بدن التمرات بقى عين التمر سلسل لوجو بحي طيب جماعة من الصحابة كل شيء إذا أمك القبر قد كوي الله سيدنا خالد بافوري في خلافة بكر أيوه فوري وبالمناسبة أنس أبيه وسيرين أنس كذا حدثنا أنس المسير مرتا وضيقا سيرين غنيمة يددك أضوميه لغا سوق بتعين وتمر وأبيه كتري دق سيرين ماشي أصلا لغا سوق لغا كان سيد كيسي ومركو كلو كل مهايا ماشي أبيه وقعانكو سوق قال يا خالد قعانتو كسوق لغاية طيب فتلقينا بعين التمر فرأيت وانا ركي يصلي أسوق تك أنس من سيرين بينو شجع هذه أسوق تكني على حمار أنس بابا دمير دشي كنت تكني ووجه أفكسون وآدني هاي ذاك الجانب دين عاصقة دين عبده قبل ذي مركي سيد أطاي يبده وتكني يابا وأو ما همام همام حم مداري أو ما أشار مداري عن يسار القبلة قبل ذي بده ذيذا قبل مركي ساو قمنتاي بيحداس اتكان يا انس دمرك دوشيس فقلت له حنكوري رايتك تصلي لغير القبله ما كان هذا كوكو سو سوني هذا دمرك كنت كان يو حقا بيد اتكان ان كو اركي واسده قال وحور انس بن مالك لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم افعله ورسكو دمادو طريق بان كو هياو هدانا اركلين رسولك الله اتكان يا ميشو دونو يا مشو قايد كوسي جدو تكنيا انا غنا ما نسميين وانا قصمر من حديث انس من طريق يحيى بن سعيد القط الانصاري عن انس وحن صمر بسنن النسائي قصمر ري انه راى النبي يصلي على حمار
طارقون ينسين الرجحين موقوفية حافن حجر وقوق الأفير مايا ومرفوع حسنة دبا ملا حديث أنا صوم الرئيس صدح ذا وحديث عبد الله بن عمر أو للاعتماد والاحتياج إمامك أوكيني وأصل كبابك هي حديث كي عام من ربيعة العدوي العنزي أو شاهده هي حديث أنس أو شاهده صدح ذا حديث بين عاوة وكسب سنة بابك لنا كسب سنة روايات كلاك ابن عمر بحديث كساءات أبطنا مسائل با كجر مركة حديث كجره مسائل كوبد واسكع الضيوام حيوى جواز التنفل في السفر مطلقا اللي مسألة خلافية يا هيد إن أي بنان تهيضا المصافر تهي سنة مطلقة إن تكنكر توصنا يسنكر وحاكو لو كجره جواز التنفل وتطوع على الرواحل والدواب مستقبل القبلة أو غير مستقبلها إنا قائد كدوش سقصنا يسنكرته قبل أسي جيد أما أسي جيد أو يسهوش أسرب الله إنا ويكجرته هذا با سنة يعني خاص كأن النبي كسوغن عليه الصلاة والسلام قصة أبسن روحا مسلم كأي مسافر كقائد كدوش سقصنا يسنكرة ميشو الدنيا وأسي جيد سنكرة آيات القرآن كاسيك محد كليدي ومن حيث خرجت فول لوجهك شطر المسجد الحرام بين اسكوغي ونص عام ومن حيث خرجت مال الله مشات بحدي مر الله صفرتي محلو لي نبي الله ولي وجهك شطر المسجد الحرام وجهك هذا اسي جيدي قبط قبطو كاجرو بيت الله الحرام كاجرو قبلة اتكو اذا فانتم سنة خاصة عن رسول الله ثابتة متواترة إيو نص قرآن يا وحال إذا لم يدانو كلي وعام أريد بالخصوص أما حديث كرتا وعام مخصوص وأنزل إليك الذكر لتبينه إيه مرك إله إليه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحاله وفي الصلوات المكتوبة الفرائض أما سنوينك وحلوت كنكرا إلى غير المسجد الحرام بلوت كنكرا إن ترى عام مخصوص وسنة خصيصة وتخصيص سنة وتخصيص الكتاب بالسنة ومسألة إجماعية عند العلم ويبنى أنت هاي كتابك القرآن كعموم كيس إن لغو الدبره أو لغو خصيصه أو لغو عضيه أو لغو فسره سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن ترى من باب تخصيص الكتاب كتابك عموم كيس الله خصيصه محل لغو خصيصه بالسنة ويكون برنان تاي بحق لو يكون برنان سيد أبو عبد الله المروزي أمر في كتاب السنة وحور ماي وعام أريد بالخصوص مع أود حية عام أريد بالخصوص هي عام مخصوص عاوة إذا مبرم ماي وحقوصه برنا إنسان أصول فقهية وعلى إلي كما سيأتي وذاتك أدران تاي كما سبقنا أرضك أدران تاي وركمات كلفانتي كما سيأتي وذلك على الربا وحي من دون كتابك إنه كور قبو وكسو أديه أو سوقد بكتاب حكتيس أو من دفتر إلى دفتر من الديباج إلى الخاتمة وكور قبو كما سبق أن حرق ودرن تاي سي صهر مرتي أردق على الربا كتاب قاد انت اللي سكول لابو حفيزك عبد اللغو تورو هدنا وليلك اللي قلت تبو كما سبق مئة سعونيسة وسعونيسة عشر قال لسوم راجعي إذن رأيك إلا في عين ليدا دوي وعام أريد بالخصوص رأيك أبو عبد الله المروزي أدب في عينيه مركو رب اللو بيتش يدوي فرق أود حي حبيك أنا كل بني عام مخصوص وحلقة وضع لف متكلمكم مركو هل لها يي اللفظ كان عام كان لئيمان يي مدنين إن وحي سوهز قل أي لفظ قاء السقاء أما سنها سوهز قشو أما فرها لفظ عامة أولوك دي عموم كي سوءها كدب أي اللقاء الساري عامك وحي أبي قدوك القيبك من اللقاء الساري لمصلحة شرعية ولحاجة ولعدم ولضرورة وعام مخصوص عام أريد بالخصوص نوامحي مركورد هل ليس بأمادا شديد بأين السنة أي سوق الشوي
waadoo yiraahdo niyo dadkan way dhibahayaa dadkan way dhibahay ka wadaa laba xiruu nafta ku gaantay oo ma jeedid ba dadko dhanba ma jeedid alladina qaalahum an-nas madad dhanba lo jeeda inna an-nas qad jama'u lakum wa dad khaasa عام أريد بالخص وحوى هذا اللفظي قذب لنا إطلاقه ونجيدة معنى كوبان معنى كوبان عام يخاص ها؟ عام يخاص وحل لك الله وش قال للدورة بس لا تصد هذا إر هذا أجمعوا وحيكو إجمع العلماء والصفر كدير إن صلاة دا كنت كنكر سنة قايد كدوشيسة وحيسكو خلافين صفر كقصير كإيقابان جمهور أهل العلم وحي قبان صفر كأمها ديرادو أمها قابنادو صلاة هاللغو قابش أما ياللغو قابنين مربها داد قاديد سارانتاي قاديد كدوشي ساد قصونا يسنكرتا فقه أي جمهور تصيدا أردقين أيهو اللفق بونقشا كنو قرأي جمهور تهران يري صفر كقصير كصلاة لغوما قابن كرو هادنا كله سفر كقصير كا إن سال لغو جابينين هاشا دوشة دو لغو تكا سنة دي حالا اسكو آدي هاوش سفر قصيرة سفر بارخصوين كان اسكالي نبي قو هدون نقية هاي هل دوشة كمي تكن جري سوما نبي قو هدون نقية وصو مسافر هاين ما كان يصلي الصلاة النافلة على الرواحل مركو السفرون بو جايد كدوشة كسنة يسن جري هذا هو حاطر هذا أي سفر وهو البو سفر لا يجاد أي صلاة تكون كراها شد الشيء سفر كما هر دي رو صلاة الله قاب شو أما ها قاب نادو صلاة ين الله قابين ما دريم إسان جمهور قد الحور هم قد الحور يوحن كوض واركي هوري أها مركا وحي سفر لا يجاد صلاة والله قابين قايد كان والله قدر صنع إسان أي صحة تناقض كوخ ما شيء حن معها لكنه يدل على فساد المذهب مذهب فساد كسوق قطصا شيخ الاسلام ابن تيميه هذا وحى النبي محمد كاهي هي النبي معصوم ان كاين ان تناقضين مجر كل ما غير المعصومين فلا بد ان يتناقض وحوي وحكم الهي بشر وحكمي الى المعصومين ولو كان من عند غير الله ايضا تصيص ولو كان من عند غير الله ايضا تصيص وحو البن وحي اهين هي احد وحي اديقها يوم معصوم ان كاهين هذا الكيس هو اسكهر يمانيا وسلوبيا بشر باطاي مساله وهرات كذا شد اللوبي دليل بانكوس حاضرين مرنا انها خوك لفورن هولا بدن باجره وأتكي الضوف صور مساكتين باجرتا مرقو جمهورتو مركي قوليه كل قناة سفر أي لدو ذا هايين وحكي الضوفتي إن إليه الدونان أي سفر صلاة دوش هذا هاشا دوش هذا ولقو تنكرا مثل هذا مركي آدو بأبو عادة وحكي لكو إجماعين إن صلاة ها فرض كا لبا إجماعوي صلاة ها فرض كا أيو إجماعي روايدين سيشيغي سفر كا طويل كا وإجماع باكجرة قصير كان خلاف باكجرة جمهور تنوع على الجواز وحيكون إجماع إن صلاة فرض كإن أن قايدوش سلقود تنكر إلا لضرورة وعذر وحاقي صوار مركز سدح مسألو سنة السنة كو حتكون مرتين حل الروب تشيري أو روح ليقاءها ومال اللي استاقل لواي إن صلاة فرض اللي قلتو كده قايد كدوشيس أو جماعة صحابه ايو قاعد كو سارنا ايدين استوى ولا تختلفوا قاعد لا استبقري امام كو شو سهر اوري لو بخي سال لو تو كدي ديري دو كمال عقت لا دغه ملا سنه بدود بنو كوسو مري خلاف حديث قولينا فرتي قليين لكن جماعه من السلف باكو تغي احمد كمد اسامه روي كمد يا مرك عند الطين والوحل ان قاعد كدش لو تو كدا جماعه من السلف باكو تغي صلاه فرض قايد دونت يا مراكبت ايدو إن فرض يسون لغو تنكر ومسألة إجماع دون بات سارنتين مركب بات سارنتين دور كباكو قبل عصر كي عشين مغرب كي ما إلا آتك تميش بات مصلاة كو ما يا سادة ولغو تكنية روبضة يدون توان إسلافة عنه محاكو يميد عند الخوف هديق عبسي أي جرتو فإن خفتم فرجالا أو ركبان إلهي باب يجيب
هذه عبسي جرتوا دجال وصل الصلاة وصي كوكا بتلتوكا هذا أرض هي أو لسه هي يا تكريس هذا بابورك في جنب تكن هذا لو عرسن بتكن هذا وح بعصني يا تكن ومشي دين صومالي صلاة صي كوكا بت أي لو تكدا صلاة صي كوكا بت فقهاء أصوليين هو ما يكون صلاة سنة مثلا أصل فقه يكون صلاة سنة أصل مقص من 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 أصول الشريعة العظيمة يكون صلاة سنة أحكام الدين تينو والله بقي بود وشيدوين إيو أذيق وشيدو مقصد إيو وصيله صلاة أركان تداو علوس شروط كذا كحجة واجبات كذا يا كحجة سنن كذا أفرية أفر تاشي مركي عيدين إيو ضرورة ما دو كوبكو أفضي هاي بالغو بالله كتكتاك أركان تال إلالي إنت الله إلالي كرو أو سجود يركوع دو كمديهين إيا قيام كبال إلالي شروط إن لغتا قال لغا يا أمرك الأوذي واي شروط محاكمة الطهارة دي محاكمة ها استبار القبل أفرس هذا شروط دربوة لغتا قيا محايا لو حكم يمسن أركان تا كل شرط تعذر تحصيله لم يعتبر صمين صمر إذا توقفت بعض المصالح على شرط تعذر تحصيله لم يعتبر بين صمر شرط شروط كمدة هذه الأوذي وايو أسقى الإسكدين مقصد كبار الإيمانية وسائلك بأمركور اللقتي هذه الأوذي وصايب نقول في اللون شروطها اللي قد تجي هدي نقول في اللون واجباتك اللي قد تجي محال سور ريبي أركانتي كلية مسألة مهمة فقال وسكو خلافة من أنت الماما يسادو فأنت أبو حنيفة يا مالك يا شافعي يا أحمد بأسكو خلافة جماعة أيا وحاقب تي سلادي هل مرانا ما هيستار مموريان بعد ديرتي ما كان مضايول باكلات تكتي ما هي سمينية قولي وحيدهن أي ماذا أفرتك ماذا ويكلتك هيا أنو نيول ميل قونو كسو تكن يعني عوريس الأركين إلا أنو سيادي كجر هذا المنطور إيش كوفيريو أما أنسا كوفيريو حتى دا الناس وقالت ما كان أفرت أثيريس وحادي بان أركا هيا أنا وحيدي بان أركي ساميشي دي باكتر ماذا يبتقي بك من وحيدة هذين وأن من كان جماعة على قمر ربي هين نول بميشو دون هكو تكد قولي وحيدة ما يهي ويسكو حرن هيا صفكنا ويسيم هيا لكن ويفريسان هيا فرد بي كتو كان هيا ما كانت فرد كتو أندي ديبس دي وحبا لأي أركي ما يموقتا وذلك محول لنا يا واجب كجماعة ربعين إلى ليه واجب كجماعة ربعين إلى ليه حق النوع جمعيه عورد ولا أرق وحال لي واي هاي قال واحد ما يا است ومحول طورين كفرق فرق جيدي قيام كبو طورة رجنا أذقوا إلى كحوجة تجاه أول وين بولا سو هاي قيامكم مربع لقتها إيمان لي مادة صلاة الخوف بلقتها أو هولا بدن بلقتها قيامك ما لبدن رعاه نوحول ما وين استاكت كذا جماعة رئيس إيمان لكن سجود الركوع ذا أحبان بموقن هاي وإشارة هي بس وين مدار هي سفي عن فرصة ما هي وش ينروك دي ما هي سيد الله قد قال زمر نيدا جماعة ما بجرتك العرر ني هذا فرد كنت كذا وصفك إنه هكذا يعني هذا استاك لم يدار سجود الركوع دي. يعني سي أكل بدينهين يعني أول ما مشى استاك هسكو حد السلف ما يصدق في رصاد ضدك ربك أوها يست اسكو لقى أما أول بها هذا قرق سأل إلى هذا إني مشو استاك لكن keep distance ربك سجر ما يسن شيء سلف إن هذا فانتبه رب الله إليه أو شيء هذا المهم
sabab say ku qabata loo tukada way yaan laga tagin uun marka uurdaar u yimaado waa in masalixa la ixtibaariyo istiqbaal qibla marka qiblada marka salaad sunnad ee gaadka dushisa aad xiranayso shardi ma in qiblada qaabisho laakiin waa mustahab wana qowl jumhur wana dhaqanka salafka badankood nabiga way ka sugan tahay laakiin inda ahli cilm waa mustahab laysa bi shart tanawad fantin bilata alayhi at-tabari asagu ahadithana soo qadan oo ka fahmay macna ka ka gudba asagu wuxuu yiri war hawshan in gaadka dushisa lagu tukada ah xukun musafir kulee ma ahe waa xukumeey salaad leedahay sunnada ah oo muhaajir wuxuu yiri waxa banaan adoo gaadid saar inaad gaadka dusha ku tukato adoo lugayn hayana inaad ku tukato ayaa banaan buuri waxa banaan adoo musaafir ah iyo adoo musaafir ahay xubile adoo socda fukan kartaaba adoo lugaynaya oo gaadid saarayn babad xidhan buur waad wadi waad ishaari rukuuc isudu waad sii socon waa salaamu naqsan biyaha cab hadana waad bilaabi hawlita lama abuuri sunnada iska leh xukum raakibka gooni ku ah ma abuuri xukum safar gooni ku ahna ma aha waa xaadir iyo musaafir raakib iyo maashi inta way tukanayaan halkaas isagu maray wadaad abu saciid al astakhri la yidhaahdo min asxaabi alwujuh shaaficiyada xil uu masar joogay oo xisbada hay-adatu al-amr macruuf amiru ahaa waxaa la sheegaa isagoo wareegahayo oo wadooyinka khawanada iyo mujrimiinta iyo qutaaca turuq ilaalinaya asagoo socda oo lugaynaya safety iyo hawsha wata inuu sunaysan jiray waxayna aqraan yihiin ibn jarir at-tabari ragu ka keenay inuu yahay laga ibn jarir oo ka keenay ama asagaaba laga keenay inaas aan kaga tagin caawa casharka wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.